المدن؟ شلون اسم العواصم والمدن؟ والله مش عارفني ومش عارف لهن. اوكي ماشي. سؤالك يقول أين تقع الكوالالمبور؟ أين تقع شنو؟ الكوالالمبور وين تقع، بيا دولة؟ مساعدتكم. كوالالمبور أي دولة؟ كلش سهلة، وين تقع؟ هو سياحية يعني منطقة سياحية. وين موجودة الكوالالمبور؟ بألمانيا؟ لا ماليزيا؟ انتهى الوقت وياك يا انتهى الوقت للأسف، وكانت الإجابة خاطئة. نتمنى معاورة تصل مرة أخرى. وما أدري السحور راح ايش راح تسوي، يعني كان حسنهم بس شاي وصمون. سؤالك صعب. ها؟ سؤالك صعب. مو أصعب من أسئلتك. يعني هي البنية جنة، يعني هيك يعني كيوت البنية تسألينها على لا انا شايله هم، مش حاسه بمزح. ما راح اسوي اصلا، راح اتخذ قلت لك شاي صمون. لا لا انت تخلي راسها على المخده وتنام جنه. الله يكون بعونك يا جنه ويا ورد طبعا اكيد. وانا قلت لكم من البدايه، قلت لكم اي احد يريد يتصل ويريد مساعده فيتوجه لي مباشره. نروح الاتصال ونقول الو. انقطع الاتصال. توجهوا لك هوايه، هوايه توجهوا لي. الو صباح الخير. صباح النور. رمضان كريم. على الجميع ان شاء الله. من ويانا؟ حيدر. يا هلا بحيدر. حيدر ايش؟ حيدر حمزة. حيدر حمزة من بغداد؟ والله انا بالنجف، صار 5 سنين ببغداد، بس انا قلت بالنجف من بغداد ما ادري. محل الإقامة وين؟ بالنجف لو بغداد؟ حاليا ببغداد. لعد من بغداد انت؟ من بغداد. يلا نروح للرول ونشوف وين راح يتوقف وياك. يا يلا. فنية، شلونها معلوماتك الفنية؟ فنية خير من الله. خير من الله، إن شاء الله خير من الله. سؤالي يقول نعم، ما هو بطل فيلم غبي منه فيه؟ منو بطل الفيلم؟ وش وقت تم تصويره؟ وياك 20 ثانية فكر. هاني رمزي. وأي سنة تم تصويره؟ 2001. فكر فكر فكر، معك 20 ثانية. نعتذر منك يا نسيت اسمه طبعا. نعتذر منك، انتهى الوقت. هو هاني رمزي بس ما عرفت السنة، فنتمنى معاودة اتصالك مرة ثانية وتجاوب ويانا ان شاء الله وتربح. ناخذ اتصال ايضا ونقول الو. الو صباح الخير. صباح النور، من وياي؟ احمد من بغداد. يا هلا بيك يا احمد، مو اول مرة تشاركنا؟ اي نعم. ربحت ويانا قبل؟ لو لا طمني. اي نعم. يلا ان شاء الله اليوم ايضا هم تربح. الله يخليك. شكرا. شكرا. يلا نشوف الرول شنو راح يختار لك اليوم يا احمد. ان شاء الله بسم الله. تاريخ. تاريخ اوكي. شلونك بالتاريخ يا احمد؟ والله مو تمام. ها؟ مو تمام. سؤالك يقول